دكتور خالد مساء الخير. وبعد التحية لو حضرتك كنت استمعت لكلام دكتور مجدي مرشد وكلام الدكتور أحمد معانا الآن دكتور أحمد فاروق حول فكرة مسألة رفع الأسعار والقرار رقم 23 اللي فيه بعض الاعتراضات، رد حضرتك إيه يا فندم؟ يعني خليني اقول لحضرتك بعد التحيه طبعا لحضرتك وللساده الضيوف، يعني خليني اقول لحضرتك حاجه تكه حته حته كده. انا بس معترض على كلمتين. اول كلمه ان احنا صبرنا 30 سنه مش عايزين نرفع سعر الدواء وهامش ربح الصيدلي ثابت. يعني دي حاجه تحسب للدوله انها 30 سنه مش عايزه ترفع سعر الدواء عشان المريض. دي نقطه. النقطه الثانيه نقطه انه انا بدي انذار للدوله. يعني هو برضو احنا خليني اقول حاجه، احنا دولة واحدة ونقابة الصيادلة دي المفروض انها جزء من الدولة مش ضد الدولة. اما بالنسبة لموضوع الادوية منتهية الصلاحية، انا الحقيقة مش عارف ايه المطلوب. الادوية منتهية الصلاحية دي المفروض ان هي احنا لسه ما اتكلمناش في النقطة دي، بس جيد ان حضرتك فتحت هذا الموضوع لان هو انا كنت اتكلم عنه دلوقتي. انا هقول لحضرتك كل المواضيع ان بريف، ولو حضرتك عندك اسئلة ثانية اتفضل. اتفضل يا فندم. موضوع الادوية المنتهية الصلاحية المفروض في علاقة اولا بين الصيدلي وبين شركه الادويه. انا بس مش سامع حضرتك كويس، لو ترفع صوتك بعض الشيء دكتور خالد. علاقه تجاريه بحت بين الصيدلي وبين شركه الادويه، والمفروض انه شركات الادويه بتسترجع الادويه منتهيه الصلاحيه بعد الصيانه منتهيه من الصيادله بفواتير. للاسف الشديد اللي الناس ما تعرفوش ان الصيادله بيشتروا الادويه من مخازن مش من الموزعين المعتمدين، وبيشتروها من اماكن احيانا بتكون مجهوله المصدر، وبالتالي مش بيبقى معاه الفواتير. الكلام ده مش مظبوط. بيواجه مشكله. بس عايزه اتاكد من النقطه دي، ما بيبقاش معاه الفواتير. ده اتهام لازم يترد عليه. اسالي حضرتك، اسالي حضرتك بس لا عشان حتى لا نتعدى هذه النقطه. دكتور احمد، اسالي الدكتور خلص كلامه بس بعد اذنك. معليكي بس دكتور خالد، حضرتك بتقول اذا ما بيكونش معاهم الفواتير يا فندم مش كده؟ بالظبط، بدون فواتير. وبالتالي فبيلاقي مشكله انه يرجعها للشركه عشان الشركه مش عايزه تاخدها بدون فواتير. يطمن الشركه ان الادويه دي خارجه من عندها. نقابة الصيادلة لجأت لوزارة الصحة في هذا الأمر، بالرغم من إن ده مش صحيح وده الليجل. وزارة الصحة طلبوا منها إنها تلزم الشركات إنها تسترجع، إن شركات الأدوية تسترجع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات حتى لو هي ما كانتش من عندها بدون فواتير لمدة 6 شهور. وافقنا وطلعنا هذا القرار رقم 115، ورجعوا طلبوا إن هذا القرار يبقى لمدة سنة. الوزير برضه وافق وطلع القرار لمدة سنة، بالرغم من إن ده ملوش اي علاقه بالقانونيه في شيء. ان انا ارجع بدون فواتير، انا لو ماشي صح من الاول وبشتري فواتير هرجع بالفواتير ومش هحط صحه ومش هجد عقبه. لكن للاسف الكلام ده مش صحيح. طيب حضرتك احنا الزمنا الشركات، ايه المطلوب مننا كدوله او كوزاره الصحه بعد انا اقول لحضرتك ايه المطلوب؟ حضرتك جربت كصيدلي تطلع تراجع الدواء. استاذ حضرتك لازم ترد على هذا الكلام. استطاع اعمال ورفضت تاخد من حضرتك الدواء. طب حضرتك يا دكتور احمد فاروق عضو مجلس اداره لاحد شركات قطاع الاعمال، شركه اكتيما، شركه المهن الطبيه، حضرتك جربت ترجع لها الدواء وهي رفضت؟ إيه ما تجروش، وانا عضو مجلس اداره. طيب اذا ما تاخدش، ما حضرتك بتقول، لكن حضرتك بتقول ان كل ما بيرجع على دي يرجع على الدواء على دي الشركات. كل كلمه للاسف قال الدكتور خالد مجاهد، انا مش عارف دكتور خالد اعتقد هو متحدث رسمي للوزير. خليها بس في في الموضوع يا دكتور الموضوع. عشان احنا وقتنا اول قرب ينتهي. أول حضرتك تتكلم في النقاط المهمه. اول نقطه يا فندم، انا اتحفظ تماما على كلمه الدكتور خالد ان ده الليجل. دكتور خالد احب اعرفك، هو ايه اللي ده غير هو شرق. قال ان الدواء ايوه هو ده الليجل، وانا اتحفظ بحق القانوني اللي انا دكتور امال مين اللي بيشتري من المخازن؟ وزاره مصر. استاذن بس، مين اللي بيشتري من المخازن؟ انا اقول لحضرتك بس، هذه المخازن حتى لو افترضنا ان هناك صيدله بيشتروا من مخازن الدواء، يا استاذ خالد هو دكتور خالد. يا دكتور خالد، هو حضرتك نقابه الصيادله اللي بترخص للمخازن ديت ولا الوزاره؟ لا يا فندم، هو حضرتك فاكر ان حضرتك رد عليا السؤال. حضرتك اذا كانت هذه المخازن الليجل انا اللي برخص لها ولا حضرتك؟ حضرتك رد عليا. طيب عشان بس لازم أنا بس نتحمل المسؤوليه. طيب علشان حضرتك اللي انا برخص لها ولا حضرتك؟ غير مرخصه ده رقم واحد. لا عيب عيب. لا لا لا، المخازن مرخصه من عندك يا دكتور احمد. هو ما بيغلطش في حضرتك عشان تقول له عيب. هو ده عيب يا فندم. لا لا لا، هو ايه دخل حضرتك بالمخازن؟ حضرتك زعلان ليه ان هو بيقول ان هي غير مرخصه؟ حضرتك ايه اللي زعلان؟ المخازن مرخصه. لا يوجد مخزن في مصر يبيع الدواء الا مرخص. طب نسمع دكتور احمد عشان هو يرجع للدكتور مجدي. المخازن مرخصه ولا لا؟ نسمع دكتور احمد بعد. نسمع دكتور خالد. رد على الدكتور خالد. ادعى اول نقطه. اول نقطه يا دكتور احمد، نسمع دكتور خالد عشان معانا على التليفون. عصبي جدا فلازم نقول له
يا دكتور خالد انا بديك معلومه يا دكتور احمد لو سمحت اتاكد منها هذه المخازن جميعا حضرتك نسمع دكتور خالد بعد اذنك عشان حضرتك اخذت وقتك هو لسه ما اخذش وقته اتفضل يا دكتور خالد لازم ارد عليه يا فندم عايز حضرتك حضرتك النهارده القانون بيلزمك انك تحتفظ بالفواتير لمده 3 سنين عشان تدفع الضرايب وانا حضرتك مش عايز تدفع ضرايب لا بتأملنا طيب. ان انت بتشتري من غير فواتير تأملنا ليه انا مالك انا اقول لحضرتك يا دكتور خالد صح انت واضح طيب. بس ما واضح. انا طيب واضح انا بس عايز اخد انا وقتي انتهى انا وقتي انتهى انا وقتي انتهى اخد كلمه اخيره اخد كلمه اخيره من دكتور خالد اتفضل يا دكتور خالد لو حضرتك عندك كلمه هي دي القضيه اللي هم بيتكلموا فيها احنا بنقول يبيعوا يشتروا الاول فواتير وبعدين يجوا يتكلموا معانا يمشوا الاول صح ده رقم واحد رقم اثنين مساله البيع بسعرين اللي احنا بنتكلم فيها دي عباره عن ان احنا لما طلع قرار ذات التسعير الاخير قلنا ان القرار ده هيطبق على المنتجات اللي هتنتج سوف يتم انتاجها فور صدور القرار ده علشان اتلاشى حاجه واحده بس ان كل واحد مخزن دواء عنده لغايه لما انا اطلع قرار زياده تسعير الدواء يستفيد ويطلع الدواء اللي مخزنه ويبيع للجمهور بسعر عالي طب انا ادي فرصه لكل المخزنين دواء ان هم يضحكوا على الناس وياخدوا فلوس مش حقهم ويبيعوا بسعر عالي ولا اجي احط نقطه نظام واستحمل ان انا عندي سعرين ما انا قايل للناس ان انا عندي سعرين سعر ما قبل القرار والسعر اللي هيطلع حررت الناس على الصاله يا دكتور حررت الناس على الصاله لا بعد اذنك يا دكتور احمد لو سمحت ما تقفزش الاستنتاجات ليست موجوده بعد اذن حضرتك اتفضل يا دكتور خالد بعد اذن حضرتك النهارده بس اقول حاجه واحده بس القرار ده طالع بتاع الادويه منتهى الصحه في شهر 1 النهارده النقابه لا تتكلم تماما لغايه شهر 8 بتفتكر تتكلم احنا يوم ما نحب نهايج الدوله نهايج الدوله ويوم ما نحب نفتح موضوع البيع بسعرين ومنتهى الصلاحيه عشان نصل في الاخر لنقطه واحده طيب. نرفع سعر الدواء، وانا بقول لحضرتك سعر الدواء مش هيترفع تاني وانا مسؤول عن كلامي. انا بشكرك جزيلا دكتور خالد دمجاد المتحدث باسم وزاره الصحه.